قصتنا بتبدأ في القرن العاشر الهجري، وتحديدا في أرض نجد بتولد ابن زعيم القبيلة رزق الهلالي. وفرحة أول مولود ما بتكملش لما بيروح رزق عشان يشوف الوريث الجديد من بعده. بيدخل رزق على مراته خضرة الشريفة الخيمة، ومن هنا تبدأ معاناة خضرة وابنها. لما رزق شاف الولد واللي سماه بعد كده سلامة ابن رزق الهلالي، كان خايف ان الناس تطلع اشاعات على خضرة وتقول ان ابنها مش من صلب رزق، لان الولد كان اسمر اللون ومفيش فيه اي صفة من صفات الشكل لا للاب ولا للام. قال بعد كده انها تاخد الطفل وتسافر لوالدها لارض القواس، وهناك سلامة هيلاقي الرعاية المناسبة. بتقوله ان ابنها من حقه انه يقدر في القبيلة ويعيش مع والده، بس رزق من خوفه على ابنه وخضرة اصر انها تسافر. رزق بيبعت جنود مع خضرة للحراسة وتطلع في طريقها لأرض والدها. وبعد رحلة سفر طويلة الطفل فضل يبكي، وتقرر خضرة انها تنصب الخيام في الصحراء ويرتاحوا من تعب الطريق، وتاني يوم يكملوا. ترتاح خضرة وابنها الرضيع. بالليل والجنود نايمة يهجم على الخيمة بتاعتهم قطاع طرق ويموتوا كل الجنود. يدخل القائد لقطاع الطرق ويلاقي خضرة نايمة، يقتلها ويروح على سلامة عشان يقتله هو كمان. لما بيشوف الطفل الرضيع بيقرر انه ياخده معاه للجبل اللي عايشين فيه هو وبقية الافراد اللي معاه. بياخد الطفل معاه الجبل، وكمان ياخد المربية بتاعت الطفل اللي كان اسمها حليمة. ولما وصل قرر انه يتجوز حليمة ويقول لها انها تقول للناس انها ام سلامة، وان قائد قطاع الطرق يكون والده. كمان بيقول لها انها لو قالت في يوم من الايام السر لسلامة هيقتلها. تعدي السنين وسلامة يكبر ويوصل لسن الشباب. قائد قطاع الطرق يعلمه الفروسية والمبارزة بالسيف، ويغير اسمه من سلامة لسيف العزة. يتحول بعد كده سلامة الفارس لايقة، ولو خرج سيفه من الغمد بتاعه استحالة يرجع لو هو موطب بالدماء. تعدي السنين وسلامة بيخرج في براءات مع والده لقطع الطرق على التجار والمسافرين، لحد ما في يوم قائد قطاع الطرق بيعمل غارة على قافلة تجارية كبيرة ومعاه سلامة. وهناك بيقابل رزق الهلالي والد سلامة الحقيقي. لما رزق شاف قائد قطاع الطرق ملامح وشه اتغيرت، وكان باين عليه انه يعرفه. سلامة استغرب لرد فعل الاتنين وازاي يعرفوا بعض. بيقول انه مش هيقتله وانه هيسيبه يمشي لو سلم ليهم القافلة. رزق بيرفض وبيطلب يبارز قائد قطاع الطرق في مبارزة نهايتها الموت. بيطلع سلامة عشان يبارز رزق، وبسهولة بيقدر يتغلب عليه ويطعنه بسيفه في قلبه. رزق لما وقع على الأرض شد الشال اللي على وش سلامة وشافه، قال له هو بيموت انه طالب منه يعرف مكان ابنه ويقوله يسامحه. رزق وهو بيموت ما كانش يعرف انه اتقتل على ايد سلامة ابنه. يسرقوا قطاع الطرق القافلة ويرجعوا بيها. طول الوقت وصية رزق بتتردد في ودان سلامة، وقرر فعلا انه يوصلها. لما سأل عرف قبيلة رزق، ويروح لهناك يقابل قائد قبيلة بني هلال الجديد. يكذب عليه ويقوله انه كان مع رزق في القافلة اللي مات فيها، وان رزق وصاه يدور على ابنه. زعيم القبيلة بيطلب من جميع الحضور الانصراف عشان ينفرد بسلامة ويحكي له. قال له ان رزق زمان ربنا كرمه بولد، وعشان الولد كان بشرته سمرة بعكس والده ووالدته، خاف رزق من كلام الناس وقرر ان خضرة مراته تسافر لوالده. وهناك طلع عليهم قطاع الطرق وموتوا كل اللي موجودين. ولما خرج رزق بالجيوش ورا زوجته لقوا كل اللي في الرحلة ماتوا ما عدا ابنه وحليمة المربية بتاعته. معرفش بعدها ماتوا ولا لا، بس كان قلبه بيقوله انهم عايشين وانه في يوم من الايام هيرجع ابنه للهلالية من تاني. سلامة بعد الكلام اللي سمعه من زعيم قبيلة الهلالية بياخد الحصان بتاعه وبيروح بسرعة لأم حليمة، بيقول لها اللي عرفه. وهناك حليمة بتعترف لسلامة وبتأكد عليه صحة الرواية. بيروح لقائد قطاع الطرق وبيواجهه بالحقيقة اللي عرفها. وهنا قائد قطاع الطرق بيقول لسلامة ان والده رزق هو اللي جه زمان ليهم واداهم ذهب كتير في مقابل انهم يقطعوا الطريق على زوجته ويقتلوها هي وابنها، ما خلوش حد من اللي موجودين عايش. بس قائد قطاع الطرق لما شاف سلامة قرر ان ياخده معاه ويربيه. بعدها رجع قائد قطاع الطرق لرزق وقال له انه خد معاه سلامة وهيربيه زي ابنه. رزق حاول انه يقتله بس هو قدر يهرب منه. سلامة بيرجع لمسقط رأسه وارض الهلالية وبيطلب في حقه في الخلافة من بعد والده رزق، بس زعيم القبيلة بيرفض وبيتحدى سلامة في مبارزة نهايتها الموت.
سلامة بيقدر يهزم قائد بني هلال وبيكون هو زعيم الهلالية من بعد والده، وبعد غزواته وانتصاراته بيلقب بأبو زيد الهلال، دلالة على أنه زاد على جميع الرجال في القوة والذكاء.